السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة ثقافة ومنوعات. في هذا الدرس الجديد والموضوع الجديد الذي سوف نتكلم فيه بإذن الله عن الطريقة لحماية جهاز الراوتر الخاص بك. فكما يعلم البعض وربما هناك من لا يعلم بأمر التطبيقات التي تقوم بتهكير جهاز الراوتر ويصبح يشاركك الإنترنت و يدخل إلى الشبكة العنكبوتية من الراوتر الخاص بك ويتقاسم معك تدفق الإنترنت، ومما سوف يجعل الإنترنت بطيء لديك نوعا ما. ففي درس اليوم سوف نتكلم كيف تقضي على المتطفلين إن صح التعبير، وربما هناك من يحرجه جيرانه وبمنح الكود ثم يصبح عبء عليه وما إلى ذلك. المهم في هذا الدرس سوف نتطرق إلى تطبيق رائع جدا، إنه تطبيق فينج، فهو موجود في المتجر، فيمنحك كل الأشخاص المتصلين بجهاز الراوتر الخاص بك. فكما أشاهد معي هنا، هذا هاتفي، هذا جهاز الحاسوب الخاص بي، هذا جهاز آخر في البيت، لكن لا أحد لديه هاتف هواوي. فهذا الشخص هو متطفل. فكما أن التطبيق فيه ميزة رائعة جدا، يستطيع أن يمنحك تنبيهات تصلك إلى حد الإيميل الخاص بك على كل شخص يتصل بشبكة الراوتر عفوا الخاص بك. فعندما أدخل إلى هنا أستطيع أن أعرف IP address, MAC address وما إلى ذلك. فمن خلال الماك address أستطيع أن أقوم بإيقاف وتعطيل هذا الشخص. كل ما علي فقط هو الدخول إلى عنوان الراوتر الخاص بي بهذا الشكل، ثم إذا كنت لم أسجل الدخول بعد أستطيع أن أسجل الدخول بهذا الشكل. إذا كنت لا تعرف ففي الغالب تكون كلمة السر هي أدمين أدمين، أما إذا كنت لا تعرف كلمة السر الخاصة بك فبإمكانك الذهاب إلى جهاز الراوتر الخاص بك وسوف تجد كلمة المستخدم وكلمة السر أدمين، وأذهب لأجد كلمة السر الخاصة بي. سوف أكتبها، أبحث عنها في الراوتر وقد وجدتها، هي ليست أدمين. هكذا ثم أسجل الدخول. بعد أن قمت بتسجيل الدخول بهذا الشكل أدخل إلى أفانسي ثم فلتر بهذا الشكل. أستطيع أن أكتب أدرس الماك الخاصة بهذا الشخص الذي سبق وأن وجدته في تطبيق فينج الذي وصفناه، وأكتب أدرس ماك الخاصة بهذا الشخص. هكذا ثم أقوم بوضع ثم أستطيع وأضغط رجوتي بهذا الشكل وأقضي عليه. في هذا المجال أيضا أستطيع أن إذا كان لدي أطفال على سبيل المثال أستطيع أن أقوم بالسماح أو تحديد وقت الاتصال بالشبكة أو بالراوتر بوقت، فأستطيع أن أحدد وقت البداية وقت النهاية والأيام في الأسبوع، فالأمر رائع جدا. فبإمكاني مثلا اختيار يوم الجمعة والسبت كأيام عطلة أو الثلاثاء أو ما إلى ذلك. ويجب علي أيضا أن أضيف اسم الساعة هنا على سبيل المثال أضع GMT، وأيضا
بريوريتي يجب أن أضع رقم من 0 إلى 254 إن لم تخني الذاكرة، فعلى سبيل المثال أنا أضع 100 ثم أضغط على سومتري بهذا الشكل. إلى هنا يكون موضوع وحلقة اليوم قد انتهت. أتمنى أن تضغط على زر اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة ثقافة ومنوعات. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.